السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين وعدت لكم بحلقه جديده من لعبتكم لعبات اي فوتبول 2022. بدون كذب يا رفاق الاوفياء، لعبت في هذه اللعبات هي المباراه الثانيه التي سألعبها في الاونلاين، وصراحه بدات اتعود شيئا مع الاونلاين وبدات اتعود كذلك على طريقه اللعب. هذا اللعب الذي انا الان في صد لعب معه اسمه نوردنيس، لست متاكد من اي دوله هو، لكن بعد الدخول اكتشفنا بان الاتصال بيني وبينه نقطه واحده فقط، يعني يا اما انا ساحصل على اللاج او هو سيحصل على اللايك. وهنا استنتج ان السيرفر الذي سنلعب فيه سيرفر بعيد، ممكن ان ذلك السيرفر بعيد علي وقريب منه، ام ان السيرفر بعيد منه وقريب علي. كل هذا سنكتشفه اثناء اللعب، وراقبوه قد توقف. وهنا استنتج يا رفاقي الاوفياء بان هذا السيرفر قريب مني، يعني انني ساتحكم انا بشكل جيد، اما بالنسبه له هو فانه سيعاني جدا، وهذه من بين المشاكل الموجوده في هذه اللعبه، وكانت موجوده اصلا سابقا ولا زالت موجوده كذلك حتى الان. لحد الان تلك الجليتشات التي ظهرت في الانترنت وذلك الجرافيك سيء لم يحدث معي نهائيا، حدث معي جليتش واحده فقط وهو اثناء الاحتفال، فان اللاعبين بقوا جالسين وسط من المرمى، لم يعرفوا كيف سيستطيعون الخروج لكي يحتفلوا بشكل جيد. من بين الامور التي لم تعجبني كذلك هو رغم ان هذا السيرفر الذي نحن نلعب فيه قريب مني، لكن هناك لاج كبير. كيف استطعت اكتشاف هذا اللاج؟ ببساطه اثناء اللعب عادي جدا في اللعبه بدون اونلاين، فان اللعبه يا رفاقي تشتغل بشكل جيد، يعني انني استطيع اللعب، تقل اللعبه لا باس به، مستحمل. عاد مثلا الاونلاين، في الاونلاين فان اللعبه سيتضاعف تقلها، اذا كان في الكره في الثقل العادي 100 كيلوغرام، فان في الاونلاين سيتحول ثقل الكره ل 200 كيلوغرام، خصوصا اذا لعبتم في السيرفر بعيد عنكم. وكما تلاحظون هذا الشخص لقد توقف يا رفاق، اعطى الباس لذلك اللاعب لكن مع الاسف فانه لا يلعب، اتوقع بان سينسحب، وبالفعل لقد انسحب بسبب ذلك الاتصال، وهذا امر محزن جدا لانني اردت اللعب معه لكي اكتشف قدراته. وبدايه المباراه الثانيه، هذه المباراه ضد احد اللاعبين، اعتقد بان هذا اللاعب هو اسباني، من الاسم اتوقع انه اسباني. إذا لعبنا في سيرفر في إسبانيا مثلا أو لعبنا في سيرفر باريس، فإن تلك السيرفرات ستكون ضعيفة جدا. وستلاحظون بأن هذا اللاعب لقد اختار كذلك فريق باريس سان جيرمان، ولاحظت مؤخرا بأن عدد هائل جدا من اللاعبين يلعبون فقط بباريس سان جيرمان، اسمه مادارا موس، ممكن أن شخص يا رفاق أجنبي، لهذا السبب هي اللي كنقوم بتدميره الآن. وبعد الكثير من المحاولات استطاع هذا الشخص يا رفاق الحصول على ضربة جزاء، لكن الحمد لله اللاعب الخاص بي لم يحصل على أي بطاقة، وإذا لاحظتم جيدا فإنني لم أنزلق عليه، وهاته جليتش. راقبوا الشيء الذي حدث يا رفاق أثناء إعادة اللقطة، راقبوا اللاعب لقد انزلق بعيدا جدا، شاهدوا ها هو اللاعب ذهب، رأيتم لاحظوا الانزلاق الآن، اللاعب لقد انزلق بالخلف منه، وحصل هذا الشخص على ضربة جزاء. كيف هذا يا أصدقاء الأوفياء؟ ما هذه الجليتشات يا شركة كونامي؟ لم أنزلق عليه، أصلا كنت أنزلق في تلك الأثناء وأردت الانزلاق عليه حقيقة، لكنني لم أصب نهائيا وحصل على ضربة جزاء، فقررت فقط الوقوف في الوسط. وبالفعل هذا الشخص فإنه لا يعرف طريقة تسديد البيلانتيز ببساطة، لأن لا توجد طريقة للتدريب في هذه اللعبة، يعني طريقة التدريب هي الحصول على البينالتيز ومحاولة تسديدها. لو لعبت ضد لاعب محترف كان سيسجل عليه تلك البينالتي نهائيا، وهذه نصيحة لكم، في البينالتيز فقط ابقوا في الوسط، لا تستحركوا نهائيا، لأن أغلب الأشخاص لا يعرفون طريقة تسديد البينالتيز، وبهذه الطريقة فإنكم ستمسكون البينالتي بسهولة تامة. وهذه هي هجمة الهدف، راقبوا، أخذت الكرة منه، بعدها قمت بإعطاء الباس لفيراتي، ذهب فيراتي مرة أخرى، باس لمبابي، مبابي ذهب، رأيت ميسي، ميسي دخل توغل، بوم، والجول يا رفاقي الأوفياء، أكيد ميسي لن يضيع مثل هذه الأهداف السهلة جدا. وبعدها الخصم استطاع الحصول على هذه الكرة فقام بالهجوم، هذه الهجمة كانت خطيرة جدا لأن حدث لي لاج، إذا ركزتم جيدا الإف بي إس لقد نزل، واستطعت تسديد الكرة بميسي، لكن الحارس الخصمي أمسك الكرة، فقررت يا رفاقي الاعتماد على الهجوم المضاد الآن، وقررت الذهاب بسرعة كبيرة ومحاولة تسجيل الهدف. بالفعل حاول أخذ الكرة لكني استطعت إعادتها، أخذ الكرة مرة أخرى فقمت بإعادتها بسرعة كبيرة، أعطيت الكرة لصديقي مبابي، ميسي ذهب مرة أخرى، باص رائع، يا سلام، أعطي الكرة الآن لنيمار، نيمار أعطاها لمبابي، توغل مبابي وسجل أسهل أهدافه، وكان هذا هو الهدف الثاني في هذه المباراة. وبعدها استمررنا في اللعب عادي جدا، أعطيت الكرة لميسي، وراقبوا الشيء الذي حدث بعدما سددت بميسي، ضربت الكرة في شيء ما، في ماذا ضربت الكرة بالضبط في تلك الأثناء؟ لست متأكد ولا أعرف. هل شاهدتم الشيء الذي حدث؟ ميسي سدد الكرة، سنقوم بإعادة اللقطة الآن، نعيد اللقطة، راقبوا، هايا، أمسكت الكرة، أعطيتها لميسي، ميسي أمسكها، سددها، ضربت في شخص ما،
فيما ضربت لا نعرف لحد الآن من هو ذلك الشبح الذي ضربت فيه الكرة. وبعد الشيء الذي حدث هو أنني تحركت عادي جدا فقررت إعطاء الباس لميسي في هذه اللحظات. وفي الأخير يا رفاق جاء شخص ما أخذ مني الكرة وذهب. هناك علامة مثلث بعدها اكتشفت بأنها لاعب، وذلك اللاعب فإنه مخفي لا يظهر. اعتقدت بأن هذا اللاعب الذي ألعب ضده غشاش، لكن لو كان غشاشا لدمرني أكيد، لن يخسر في هذه المباراة. وهنا نستنتج أن هاته جليتش يا رفاقي الأوفياء، وهاته الجليتش لا تصدق، لا يصدقها العقل. تخيلوا أنكم تلعبون ضد لاعب لا تستطيعون رؤيته نهائيا، كيف ستستطيعون يا رفاقي التحرك؟ لا يمكن. وهذه الهجمة المضادة كانت بسبب تلك الجليتش. ومرة أخرى حدث تلك الجليتش في هذه الأثناء، أثناء فعل ضربة الزاوية. رقبوا لقد خرج نهائيا عن الملعب وتوقف اللاعب هناك، لقد علق. هو الآن موجود خلف من لوحة بيتش إز أورس، تحرك للخلف وعلق هناك، لم يستطع يعرف وقت تسديد الكرة في هذه الأثناء. إذا ركز مجينا ويحاول تسديد، لكن بعد مرور القليل من الوقت استطاع تسديدها. كيف فعلها لا أعرف، لكن ينتظرنا كثيرا صراحة حتى تم فعل ريلود، وبعدها عاد مرة أخرى واستطاع أن تسديد الكرة. مثل هذه الجليتشات لا يجب أن تكون نهائيا في لعبة الإي فوتبول. وبهذا فإننا أنهينا تلك المباراة واستطعت الفوز 2-0 ضد ذلك الشخص الذي لم أستطع رؤية لاعبيه فإنهم إنفيزيبل، كيف هذا لا أعرف. وبهذا الفوز استطعت الحصول على 10,000 جي بي التي طلبوا مني بعد الفوز بمباراة فإنني سأحصل عليها. وبهذا فإنني سنكون قد أنهينا تقريبا جميع التحديات. فقررت في اليوم الموالي لعب مباراة أخرى، لأنني دائما في المساء أدخل لعبة الإي فوتبول لكي ألعب وأكتشف الجليتشات. في هذه المباراة اكتشفت استراتيجية تغيير الخطط إلى آخره، واستطعت رفع ميسي في الفوق لكي يكون لدي مهاجمان وهما ميسي بالإضافة لمبابي. في هذه المباراة لم تحدث الكثير من الجليتشات، كذلك فعلت بعض من التغييرات قبل أن نبدأ المباراة، وهي أنني قمت يا رفاق باختيار السيرفر، لأنكم قبل بدء المباراة تستطيعون اختيار السيرفر، فقمت باختيار أن يتم البحث فقط في السيرفرات القريبة مني لكي لا يحدث لي اللاج، لأنني لعبت أحد المباريات سابقا وخسرت 3-0 ولعبت ضد لاعب محترف صراحة، لأن فعل الألاعيب وحمل الكرة في السماء باستعمال ميسي، لست متأكد كيف فعلها، لازلت بعد لم أكتشف تلك الأزرار. وذلك اللاعب لاعب جيد، بالإضافة كذلك إلى أنه استطاع تغيير الخطط، لست متأكد كيف استطاع فعلها، وقام بإرسال سيرجيو راموس لكي يصعد للفوق، وكان يهجم يا رفاق ويدافع بالفريق كله، لست متأكد كيف فعل ذلك الشخص، كان محترفا جدا صراحة في إنشاء خطة مضادة لخطتي. فخسرت يا رفاق 3-0 لأنني لازلت لم أكتشف بعد طريقة الدفاع بشكل جيد. وكذلك من بين المشاكل التي حدثت لي هو أنني اخترت بأن يتم البحث في سيرفر بعيد، وصراحة في تلك المباراة كان هناك لاج رهيب، وهو الذي تسبب في أن أخسر يا رفاق بتلك النتيجة العريضة 3-0. لولا ذلك اللاج لخسرت على الأقل ب2-1، وقمت بتسجيل على الأقل هدف واحد عليه. بعدها كما قلت لكم اخترت بأن لا يتم البحث بعيدا عني، ممكن أن هذا الشخص مغربي أو جزائري، ببساطة لأنني سألعب فقط ضد الأشخاص القريبين مني. هذا الشخص 100% إما هو مغربي أو أنه جزائري لا غير. فقمت يا رفاق بالهجوم عليه أكيد، فعلت الكثير من الهجمات وسأظهر لكم الآن الأهداف لكي ننهي هذا المقطع، لأنني لا أريد منه أن يكون طويل جدا. قبل أن نقوم بتسجيل أي هدف، لقد حدث يا رفاق شيء محزن لي، وهو أنني فقدت لاعب. السبب هو أنني انزلقت عليه أكيد، حصل هو على ضربة جزاء وأنا فقدت اللاعب، حصلت يا رفاق على الورقة الحمراء مع الأسف. وكالعادة كما أخبرتكم بقيت فقط في الوسط لأن الناس لا زالوا لا يعرفون طريقة تسديد ضربات الجزاء، وبالفعل استطعت صد ضربة الجزاء تلك. وأكيد بعد كل هذا قررت تغيير الخطة لكي أقوم بوضع 4 أشخاص في الدفاع، لأني إذا تركت ذلك المكان فارغ ببساطة سيدمرني هذا الشخص وسيغرقني أهدافا. فقررت يا رفاقي تغيير الخطة، وبعد تغيير الخطة فعلت هجمة خرافية يا رفاق باستعمال ميسي. وأراقبه هنا، أرسلت كرة خيالية جدا لميسي، ضربها بالرأس، اعتقدت بأنها ستدخل لكن مع الأسف لم تدخل. وبعد تسديدي تلك الركنية لم أكن أتوقع الشيء الذي سيحدث يا رفاق. راقبوا 10 لاعبين فقط، ضربها أبعدها لكن أمسك بها ذلك اللاعب، وبالفعل ضربت في المدافع واستطعنا تسجيل هدف لا بأس به. تخيلوا أني في هذه الأثناء ألعب فقط ب10 لاعبين واستطعت تسجيل هدف، شيء جنوني. فاستمرت لاعبا عادي جدا حتى هذه الهجمة، الكرة عند نيمار، الآن راقب الشيء الذي سيحدث مرة. وفي هذه الأثناء اضطرت يا رفاق لكي أقوم بإيقافه وحصل على ضربة خطأ. ضربة الخطأ هذه إذا كان محترف سيقوم بتسجيلها، لهذا السبب علي الحذر. فقررت وضع اللاعب هناك في ذلك الجانب لكي لا يستطيع يا رفاق تسجيل الهدف بسهولة.
فقرر إسارها للحارس. أكيد الحارس قام بإصابتها وكانت هذه الركن يمين بين ركنيات الخطيرة جدا. راقب الشيء الذي فعلها ببساطة هو أن مار هذا اللاعب فإنه محترف يقوم بخداع اللاعبين يا رفاق كأنه يريد تسديد وفي الأخير فإنه لا يسدد. والشاهد الآن ميسي دابا الكرة عند حكيمي. حكيمي أراد مراوغتي أخذت الكرة منه لكن مع الأسف طريقة أخذ الكرة فإني لازلت لا أعرفها جيدا. فقررت يا رفاق فعل هجمة مضادة أعاد الكرة عند حكيمي ذهب باص لم يمر لكن مع الأسف راقب الشيء الذي سيحدث رغم أنني قمت بإبعاد الكرة لكن الكرة لقد عادت أعطاها للاعب بوم واستطاع تسجيل الهدف علي فعلها أكيد إيكاردي هو الذي سجل ذلك الهدف. وصراحة بعد هذا الهدف فإنني لم أتحمس كثيرا لأنني حاولت اكتشاف فقط طريقة الدفاع بشكل جيد خصوصا أنني فقدت لاعب 10 لاعبين ضد 11 لاعب في هذه اللعبة السيئة التي فيها الكثير من الجليتشات على أمر فإنه سيؤثر كثيرا. رغم كل هذا فعلت الكثير من المحاولات هجمت جيدا تسديدات خرافية كما لاحظتم مع الأسف لم أستطع يا رفاق تسجيل الهدف وتقريبا بقيت مسيطر على اللقاء حتى وصول الوقت بدل الضائع وانتهت المباراة 1-1 لكن المباراة لم تنتهي لأن يجب عليكم الفوز لا مجال للتعادل في مثل هذه المباريات. أكيد فقررت يا رفاق الضغط عليه والهجوم رغم أنني بعشرة لاعبين فقط أعطيت الكرة لميسي داب ميسي أعطيت الكرة مرة أخرى لمبابي مبابي مر رفعت الكرة بطريقة خرافية جدا لكن لست متأكد شيء الذي حدث هل ضربت في العارضة أم ماذا. وبعدها هذا اللاعب بما أنه محترف في الخداع خادعني مرة أخرى كأنه يريد تسديد لكنها مار. صراحة هذا اللاعب لاعب جيد لكن الشيء الذي جعلني أفوز عليه هو خبراتي خبرات سنوات أكيد في لعبة البيس لأنني كما قلت لكم أنا من عشاق نسخ البيس بصفات عامة وهذه النسخة هي كذلك أنا من عشاقها ولا أتركها نهائيا لأنني متأكد أن شركة كونامي ستقوم بإصلاح المشاكل. وبعد هذه الركنية راقب استطعت يا رفاق إمساك الكرة بالحارس فقررت فعل كاونتر أتاك لأنني شاهدت بأن مبابي لوحدي هناك أمسكت الكرة مبابي حدث لي لايك أعطيت الكرة لميسي ميسي راوغت به ذهب ميسي هرب ميسي نهائيا مبابي راقبه تحرك يا سلام أمسكناها بمبابي أخذها مني لكنني قررت توغل أعدت الكرة بوم والهدف هدف خرافي بسبب غلط دفاعي من هذا الشخص. كما ذكرت لكم في لعبة كرة القدم لدي الخبرة الخبرة هي التي جعلتني أفوز رغم أنها لدي 10 لاعبين فقط ورغم أن هذا الشخص الذي ألعب ضده فإنه لاعب لا بأس به ليس ماهرا 100% كما قلت لكم اللعب الماهر هو الذي لعبت ضده سابقا وخسرت 3-0. السبب الذي جعلني أخسر 3-0 كما قلت لكم هو أنني لعبت في سيرفر بعيد عني كان هناك لاج بالإضافة كذلك لأن ذلك اللاعب كان محترف لهذا السبب فاز علي ب 3-0. لو لم يكن هناك لاج كان سيفوز علي ب 2-1 أو على الأقل 3-1 أو 3-2 كنت سألعب سأسجل أهداف لأن رغم اللاج فعلت الكثير من المحاولة صراحة وتلك من بين الأسباب التي جعلتني أختار فقط سيرفرات القريبة وأنتظر. أفضل صراحة الانتظار واللعب في سيرفرات اللاج فيها ضعيف على أن ألعب في سيرفرات اللاج فيها كبير وسأخسر أكيد لأن ذلك الخيار سيفدو حدان. ممكن أن تلعبوا في سيرفر قريب منكم وممكن أن تلعبوا في سيرفر قريب من الخصم وسيفوز عليكم ببساطة. وكما لاحظتم يا رفاق استمرت في فعل الكثير من المحاولات الخطيرة كذلك لكي أضيف المزيد من الأهداف لم يسعفني الحظ لم أضيف المزيد من الأهداف فانتهت هذه المباراة بفوزي 2-1 ضد هذا الشخص وأحتاج الآن فوز آخر لكي أحصل على 500 جي بي. تلك الجي بي ستنفعني أكيد لكي نستطيع بناء فريق قوي. وإن سنكون قد وصلنا نهاية هذا المقطع أتمنى أن مباريات اليوم أعجبتكم اخترت لكم 3 مباريات فزتوا فيها. بالنسبة للمباراة التي خسرت فيها لم أقم بتسجيلها مع الأسف يا رفاق لو قمت بتسجيلها أكيد كنت سأظهر لكم الألاعب التي فعلها ذلك الشخص كيف استطاع رفع الكرة بميسي شخص خطير بمعنى الكلمة. وحتى ذلك الحين أنا معكم ياسين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا يعني السلام وخير ختام. كرة راء ربح والداء تحدي الحجم.